السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غلطة كبيرة قوي اغلبنا بنقع فيها ما كانش كلنا، وهي ان فرشة سنان بتاعتنا بنحطها في كوباية في الحمام. فرشة سنانك لازم تعملها بالظبط زي قميصك المكوي اللي انت بتبقى خايف توطي تربة الشوز لا يتكسر. فرشة سنانك لازم تعمليها بالظبط زي خطيبك، انت بتخافي عليها وبتحبيها. نفترض ان خطيبك جابلك خاتم الماس، ده افتراض ماشي. خاتم الالماس ده بقى هتشيليه فين؟ اكيد هتفكري بدل مره مليون هتشيل خاتم ده فين. نفس الفكره بالظبط، فرشه السنان لازم تتشال في مكان مختلف تماما بعيد خالص عن الحمام، بمجرد بس ما السيفون يتشد. انت متخيل كميه الجراثيم والبكتيريا واليوريا والامونيا وكل المصايب اللي في الدنيا اللي هتيجي تقف على الفرشه بتاعتك، اللي هتيجي توصل لعش الزوجيه بتاعها؟ اي والله عش الزوجيه يا جماعه بيتكاثروا في الفرشه ديت وبيكونوا عيله واسره وبيعملوا حاجات مزريه. وبعد كده بكل سذاجه حضرتك او حضرتك تقومي واخده الفرشه وحطها في بقك، متخيله الازمه؟ ومش بس كده، انا وانت وبابا وماما ونهد وكلنا بنحط فرشنا في نفس الكوبايه. ما هو انا مش هنجيب صف كوبايه نحطها على المرايه اللي هي قد كده وتبقى الفرش كلها مع بعضها كده؟ تخيل كده لو اي حد من اسرتك عنده فيروس بي ولا فيروس سي ولا ميكروب ولا اي مرض وما يعرفش. شكرا كده خلاص، انت والاسره كلها تعديتوا منه من غير ما تعرفوا. طب ليه؟ ويا سلام بقى لو تيجي اختك الصغيره تغسل سنانها فتوه في الفرشه بتاعتها وما تعرفهاش، تقوم واخده اي فرشه وغسله، ما هو كله بيعدي نفس الغلط ويلا السلام. ويا سلام بقى لو انت جاي تحط اي حاجه على المرايه تقوم واقع الكوبايه كلها بالفرش اللي فيها في الحوض. احسن حاجه تقوم واخدهم كلهم كده ورميهم في الزباله. يا جماعه فرشه السنان ديت حاجه احنا بنحطها في بقنا لازم نخاف جدا عليها ونحافظ عليها جدا، نلفها في ورقه ونشيلها في الدولاب، تشيلها في درج مكتبك، تشيلها تحت مخدتك، حطها في اي مكان يا سيدي، بس بلاش الحمام. بلاش الحمام لان انت كده فعلا بدل ما بتبقى وسيله للنظافه لا ده بالعكس تبقى وسيله لنقل الامراض والعدوى. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم الفكره. ما تنسوش تعملوا لايك للبيج بتاع الفيسبوك، سبسكرايب للتشانل بتاع اليوتيوب، سايب لكم اللينك فوق الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.